اليوم نوقع مع نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية، وكذلك في الخارج سواء في المملكة الأردنية الهاشمية أو دولة الإمارات العربية المتحدة. فتخطى هذا المعهد المحلية إلى الإقليمية. وأحسن حقيقة أن الأب الروحي لهذا المعهد بيننا اليوم هو أستاذنا الأستاذ الدكتور أحمد بن سلامة نائب رئيس الجامعة الأسبق، وكذلك شعلة نشاط الدكتور ياسر جبر الله عميد هذا المعهد. وأشكر كذلك بتشريف زميلي وأخي الأستاذ الدكتور حسام الفاعي نائب رئيس الجامعة. هذه الكوكبة من جامعة طروال أيضا جاءت أنها حريصة على هذا التوافق وهذه التعاون مع هيئة مستشاري النيابة الإدارية ممثلة في ناديها الموقر، والذي يعني نتمتع معه بجوار أول، كما يقال باللغة العامية النبي وصى على سبع جار فأنتم الجار الأول. فلا يفصلنا على مدار العمر عن نادي هيئة النيابة الإدارية سوى صور. فكلانا انا لا يا فندم فكلانا انا والدكتور حسام كنا عمداء لهذه الكليه التي تقف على بعد امطار مننا وتجمعنا بها صداقات كثيره حقيقه. فانا مصدر سعاده لنا ان نزور الجار لاول مره في بيتي، فنحن نعلم ان هذا هو نادي هيئه النيابه الاداريه، ولكن مجرد يعني بنعد، لكن لاول مره ندخل الدار. وكذلك ندعوكم لزيارتنا في دارنا سواء في كلية السياحة أو في جامعة الدول. هذه الاتفاقية إن شاء الله بداية، ونرجو إن شاء الله أن تفعل وقريبا وسريعا. أنا أعلم أن الدكتور ياسر لا يهدأ حتى يبتدي في دورة تدريبية أو مد جسور التعاون سريعا مع هذه الهيئة الموقرة. كل التمنيات لحضراتكم وكل الشكر على استضافتنا في هذا الصرح الجميل نادي هيئة مستشاري النيابة الإدارية. بشكر معالي المستشار الدكتور عبد الله بيه قنديل، وكذلك بشكر السادة المستشارين من أعضاء مجلس إدارة النادي واللي شرفونا وخدوا من وقتهم وشرفونا، وأعلم أن بعضهم عندهم عدم اليوم. الله يخلي حالهم، شرف لينا، وكل عام حضراتكم بخير إن شاء الله. اتفاقية موفقة بإذن الله. Thank you.